بانديف والكرة داخل منطقة الجزاء، توزيع مرة أخرى ويتابع مانغالا ماذا قال حكم المباراة. ركلة جزاء، الحكم يحتسب ركلة جزاء. هناك دفع غورام بانديف بتحركاته الرائعة جدا، هذا هو الدفع، والدفع أعتقد موجود، وبالتالي فالأول في المباراة لمصلحة الإيطالي نابولي. غورام بانديف على التنفيذ، بانديف وهيلتون، غورام بانديف، بانديف في الشباك، غورام بانديف هذه المرة ينجح في مغازلة شباك الحارس هيلتون بعدما ضيع ثلاث فرص أسهل من هذه، ولو أن ركلة الجزاء تعد نصف هدف. غورام بانديف المقدوني يسعد هؤلاء الإيطاليين على مدرجات ملعب الإمارات ويمضي الهدف الأول في المباراة. هكذا هي كرة القدم، حينما تسيطر لا يعني أنك ستفوز، حينما تتفوق في الأداء لا يعني أنك ستنتصر. العبرة بهز الشباك. هيريرا، هيريرا إلى كوينتيرو، يراوغ ويمر كوينتيرو، فرصة لنبيل غلاس، جول 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 جول. هايل رائع، فنان نبيل غلاس، يطلب الكرة في العمق، بينية وصلته على طبق، يحولها مباشرة إلى شباك الحارس البرازيلي رافائيل كابرال. ممتاز محارب الصحراء، ممتاز نبيل غلاس. هنا اللمسة من كوينتيرو في العمق، بينية ليس متسللا، يحولها على طريقة الكبار، على طريقة رونالدو، على طريقة كريستيانو، على طريقة نبيل غلاس. هدف التعادل لمصلحة بورتو في أول أهداف نبيل غلاس مع نادي بورتو، يلقى التحية. ولا زالت الأخطاء تتوالى في دفاعات بورتو الذي يلعب بالنار، يلعب بالنار، ولكن يتحرك بالكرة بطريقة جميلة. سيلفستري، فاريلا، 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 جول 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 جول. هدف ثاني لبورتو بالنيران الصديقة، الأرجنتيني فيديريكو فرنانديز يهز شباك حارس رافائيل في كرة كانت في منتهى الروعة وفي منتهى الدقة، كان يطلبها نبيل غلاس، وقبل نبيل غلاس فيديريكو فرنانديز لها بالمرصاد، يقول لنبيل غلاس: لا تتعب نفسك فأنت صائم، أنا الإيطالي سأسجل في شباك رافائيل، أنا الإيطالي سأسجل في شباكي. فاز كذلك بسداسية نظيفة بنصف تصدينا من الأهداف على فريق مايستريك. الكرة إلى نبيل غلاس أو للبديل ليتشا، ليتشا، ليتشا يعاقب، ليتشا يعاقب نابولي، ليتشا يعاقب نابولي. هكذا لما تخطئ في كرة القدم، لما تخطئ في كرة القدم تسدد كعش، تسدد على الطاولة. ليتشا دخل، أول لمسة لليتشا ونحن نتحدث عنه البرتغالي. هذه الكرة في العمق ارتطمت بكتفه وعادت إلى دفاعات نابولي. الخطأ الفادح، الفادح من أندريا دوسينا، أندريا دوسينا يمنح هدية، كان بالإمكان أن يعتمد على رافائيل كابرال، منح الكرة لليتشا بدلا من أن يمررها. شوف الأخطاء الفادحة من راول ألبيول، خروج لأليساندرو جامبريني، يعني أحدث كل هذه الزوبعة وهذا الزلزال وهذا الارتباك وهذا الخلل.